بحب دايما ابتدي بالاخر، يعني احنا نهاية الموضوع ممكن توصلنا مستوى عامل ازاي، اللي ممكن فيكو يحب مجال ال 3D والاخراج عموما والاظهار اللي هو الفيجواليزيشن او الاخراج الفني، يعني اللي هو الارت دايركشن. اللي هيحب يتخصص في الموضوع ده هو ممكن يروح فين او اخرة الموضوع ايه. على سبيل المثال مثلا الشوت ده كنت اشتغلت عليه يمكن مثلا من 3 سنين ولا حاجة، لريزورت كان في الغردقة، والسين اللي قدامنا ده كله هو 3D، يعني هو ما فيهوش أي حاجة فوتوشوب، ما فيهوش مثلا صورة متركبة، ما فيهوش أي حاجة. لو بصينا كده على ال 3D موديل هنلاقي إن ال 3D موديل لكل العناصر اللي موجودة مبنية موديل، حتى الأشخاص، الشيز لونجز، الحاجات دي كلها، المية، الووتر افكت، كل حاجة. ده برضو شكل تاني للكلي موديل بتاع ال 3D، وزي ما احنا شايفين الريبلز بتاعت المية مبنية، الشماسي، النخل، كل العناصر دي. طيب المشهد ده كده علشان يتبني ونبتدي نصمم حاجة، مثلا ليكن ده تصميم اوريدي كان حد معماري عامله وكان عايز يعمل له اظهار او اخراج، فالصوره اللي قدامنا دي متكونه من عناصر كتيره جدا، يمكن اهمها هي اللي احنا هنتعرض ليه ان شاء الله خلال التو كلاسز دول، اللي هو عمليه الموديلنج. ازاي انا اصلا ابني مشهد في ديتيلز، والتفاصيل دي تمكنني بعد كده ان شاء الله في السيشنز الجايه مع بقيه الزملاء هنتعلم ازاي ان احنا نعمل لها بقى اظهار او نعمل لها ريندرنج. اوكي طيب نشوف مثال تاني، مشهد برضو زي ده، كل السين برضو 3D، بالجليد اللي موجود، بالايس مان، بالشجر، بكل حاجة، بالروف، حتى بالبارتيكلز بتاعت التلج، كل الكلام ده مبني 3D، ده 3D موديل بتاعه. تمام ده برضو مشهد تاني، اللي هو لحظة واحدة، ده مشهد تاني برضو، الصورة ظاهرة ولا لا؟ هي سبت على الموديل بس ما فيش ريندرينج ظاهر يعني. تمام لحظة كده ظهرت الشوت ولا لسه؟ اوكي هعمل ايه شيفت؟ هعمل ايه شيفت اضمن؟ ماشي. الصورة دي مثلا نفس الفكرة برضو، كل السين ده 3D، ده 3D موديل بتاعه. تمام بشكل عام اللي احنا عايزين نتعلمه بقى خلال ان شاء الله الكلاس ده، احنا طبعا ده انا بكلمكم دلوقتي من الاخر، اللي هو يعني ممكن لما انا احب المجال واتخصص فيه واهتم بيه واتعلم اكتر واخد فيه اكسبيرينس، انا ممكن اوصل لانهي مستوى في الاخراج او في ال 3D عموما. تمام ده طبعا على سبيل المثال لا الحصر، اللي فيكم بيتابع بقى او اللي هيتابع بعد كده ان شاء الله الفورمز او الكلابس اللي هي ليها علاقه بقى بال 3D والكلام ده كله، هيبتدي يشوف الناس على مستوى العالم ازاي بتشتغل في الاندستري دي وازاي بتفيجواليز الشغل ال 3D بتاعها وهكذا. طيب احنا النهارده المفروض عندنا خليني كده اشير معاكم الاجنده بتاعت اليوم. عندنا محتوى يعني دسم شويه، يمكن هو انا مقسمه على تو بارتس. الكلاس الاولاني اللي احنا فيه ده بتاع النهارده هو احنا هنتكلم فيه على زي انترودكشن كده لل 3 دي اس ماكس، وهو ممكن ايه الكيبابيلتيز بتاعته، ممكن استخدمه واستفيد منه ازاي الى اي مدى يعني، وبعض العناصر اللي احنا هنشرحها ان شاء الله خلال السيشن بتاعت النهارده، اللي ليها علاقه بالبيزكس، كل البيزكس اللي هي متعلقه بال 3 دي اس ماكس. وبعد كده هنتكلم على بقى الموديلنج والموديلنج تكنيكس ان شاء الله، اتمنى الوقت يسعفنا ان شاء الله ونخلصها النهارده، بحيث ان الكلاس اللي جاي يبقى ابلكيشن على
كيس ستادي او اكزامبل نبتدي نبنيه بقى بكل التكنيكس اللي احنا اتعلمناها النهارده، وده اللي ان شاء الله هيبقى بعد كده عليه الاساينمنت اللي احنا هنستلمه منكم باذن الله. تمام، فطبعا محاضره النهارده مهمه جدا، واتمنى ان كل الناس تبقى اكتف فيها، ولو في حد عنده استفسار او اي سؤال خلال الشرح ان شاء الله مفيش اي مشكله ان هو يبتدي يعني يسال، بحيث ان احنا تبقى يعني السيشن كده فيها موتيفيشن ولطيف. تمام، في الاول بس عايز اعرف كام واحد في الدفعه يعني شاطر في ال 3 دي اس ماكس؟ ممكن نرفع ايدينا كده، ناس كويسه في الماكس. أنا حاليا مش شايف غير 3. كام؟ 4. مفيش خالص يعني دلوقتي، في 112 واحد حاضر صح؟ كارين ومين تاني؟ محمود، مصطفى، أيمن. طيب مين تاني؟ مفيش حد في الدفعة خالص. طب ايه البرامج اللي انتوا عارفينها يا جماعة؟ عايز حد كده يبتدي يقول لي ايه البرامج اللي انتوا علمتوها؟ احنا السنة اللي فاتت في الترم التاني في الديجيتال خدنا فوتوشوب، وخدنا انسكيب، وخدنا سكتش اب. تمام. طب في الاجازة يعني مفيش حد فيكم مثلا في الاجازة كده كان عنده كيريوزيتي، انا ايه البرامج اللي انا محتاجها مثلا خلال السنين الجايه، فابتدى يتعلمها مع نفسه؟ في حد عمل كده؟ بالنسبة لي كان ريفت مثلا، اتعلمت ريفت في الأجازة. حلو، كويس جدا، كويس جدا. بس هو مشكله الريفت طبعا ان هو يعني اورينتد اكتر، هو انجينيرنج سوفت وير مش ديزاين سوفت وير. يعني ممكن طبعا عليه اعمل ديزاين، وممكن اشتغل بالكونسبشوال ماس وكل حاجه، ولكنه يعني هو اتصمم، هو الكور بتاعه ان هو برنامج له علاقه بالانجينيرنج وليس الاركتكشر، يعني مش سوري وليس الارت والديزاين وكده. تمام، فعشان كده هو اختيار طبعا مناسب لماده الوركينج درونز، ان انت طبعا تبقى سكيلد في الريفت، لكن ما اعتقدش ان هو يقدر يسعفنا قوي في عمليه التصميم والفورم جينيريشن وكده. مين تاني طيب يا جماعه؟ محدش اتعلم اي حاجه خلال الاجازه؟ في انا كمان اتعلمت ريفت، انا كنت متخيل ان ريفت ممكن اخده في الكورس عشان كده اتعلمته. انت مين؟ يوحنا، اسمه يوحنا. تمام، اوكي، يوحنا. تمام يا يوحنا، كويس. يعني هو طبعا كويس ان انتوا يعني مفيش مشكله ان انت تتعلم طبعا سوفت وير، بغض النظر هو التارجت بتاعه ايه، بس هو زي ما قلت لكم ريفت اكتر للانجنييرنج، وده هنشوفه ان شاء الله خلال الكورس. يعني حد تاني طيب اتعلم حاجه غير ريفت؟ هو في انا يعني شفت شويه عن لومينج وتوين موشن، خدت حلو فيهم حاجه شويه. حلو يا محمود، دي على فكره دي برامج فور برامج للفيجواليزيشن او الريندرنج يعني، وليست للموديلنج. فاهمين الفكره دي؟ يعني انا على توين موشن او على لوميون انا مش ببني موديل، انا بعمل ريندرنج او اظهار للموديل. تمام. مين تاني؟ مصطفى، محمد، خدت راينو بس ما دخلتش في حته الجراس هوبر دي. ماشي، كويس، حلو قوي. هو الراينو برنامج يعني يمكن من احلى البرامج اللي تشتغلوا عليها موديلنج، يعني برنامج نيت جدا وسهل التعامل جدا يعني. تمام، مين تاني عايز يقول حاجه قبل ما نبدا؟ انا في مصطفى محمد رافع ايده. حضرتك سامعني؟ سامع. انا دخلت في برضو، كنت بتعلم سكتش اب وانسكيب كده، في اللي هو اللي احنا خدناه في ماده الديجيتال. جيت بقى في الاجازه طورت ان انا اتعلمت ريفت، وبعد كده بقى اتعلمت لوميون وتعمقت شويه في اللوميون. دخلت في حته الماتيريالز، وان انا اكريت ازاي ماتيريالز اصلا،
وان انا ابدا بقى اعمل دمج الماتيريالز والبوست برودكشن، وبعد كده بقى دخلت ريفيت مع السكتش اب مع اللوميون، بحيث ان انا مثلا اعمل الديزاين ريفيت، ولو مثلا هفرش السكتش اب مع اللوميون، فبدات اربط اعمل سيستم ما بين البرامج برافو وبعضها. برافو برافو. انتوا عارفين ده يا جماعه اسمه ايه اللي مصطفى بيتكلم عليه ده؟ طريقه ربط البرامج مع بعض، ده بنسميه ورك فلو، اللي هو البرنامج ده يباصي للبرنامج ده يباصي للبرنامج ده، علشان في الاخر اطلع منتج متكامل من ورك فلو معين. كل واحد فينا هتلاقيه عنده الورك فلو المحبب ليه. حد بيحب مثلا يشتغل موديلنج على بلندر مثلا، او يشتغل موديلنج على راينو، او يشتغل موديلنج على الماكس، وبعد كده يعمل، واحد يقول لك انا هعمل ريندرنج على الفي ري، واحد يقول لك على الاف ستورم، واحد يقول لك على الريد شيفت، واحد يقول لك انا هشتغل على لوميون وهبعد عن برامج اللي هو البرامج اللي بتشتغل بالري تريسنج، انا عايز اشتغل ببرامج ار تي او ريل تايم ريندرنج زي اللوميون وخلافه. واحد تاني يقول لك انا بعد ما اخلص ده هعمل بوست برودكشن على مثلا الكيوس، مثلا برنامج كيوس بلاير مثلا. واحد تاني يقول لك لا انا هشتغل على الفوتوشوب، واحد يقول لك على اللايت روم. كل واحد ومزاجه، وكل واحد والبرنامج او التول اللي هو بيحس ان هي فريندلي معاه. تمام، دي طبعا حاجه كويسه جدا انه في، يعني في منكم، هو طبعا النسبه قليله بصراحه، لان الدفعات اللي قبل كده يعني لما كنا بنسال السؤال ده كان بيبقى فيه ناس يعني كان عندها كيريوسيتي عاليه قوي، ومثلا عرفوا الستريتور، عرفوا جراس هوبر، يعني في ناس عملت كده السنين اللي فاتت، عرفوا حتى داينامو مثلا فور ريفت، ده برضو بارامتريك موديلنج انترفيس فور ريفت. فيعني دايما يعني اللي عايزكم تطلعوا منه من الكورس ده ان احنا نبتدي نفتح لنفسينا افاق من تعلم التولز، لان التولز فعلا بتفرق جدا جدا في اولا في كفاءتك كمصمم معماري، وفي نفس الوقت في تقدير اصحاب الشغل ليك ان شاء الله بعد التخرج، في تقدير اتعابك ان انت مهندس، لا ده عنده ده 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 وحش، ده عنده كميه مهارات في البرامج غير طبيعيه، الى جانب طبعا ان هو ديزاينر شاطر، او ان هو راجل ديتيلر شاطر في الوركينج دروينجز وخلافه. فكل ده بيديك ثقل كمعماري، وبيديك ريت مادي اعلى كتير جدا من زميلك اللي هو رايح الشركه وهو يعني على الله كده، ما يعرفش غير الكام كورس اللي خدهم، او الكام يعني اقول لكم ايه اللي احنا بنعمله معاكم. احنا بنفتح الابواب، بنديكم مفاتيح، الكام مفتاح دول بقى محتاجينك ان انت تروح الباب نفسه وتفتحه وتغرق فيه. تمام، فده ده اللي المفروض يبقى الكونسبشن بتاعك وانت داخل اي ماده بتاخد فيها كورس. تمام كده؟ طيب خلينا يعني ندخل على طول ستريت فورورد كده في المحتوى بتاع النهارده. اول حاجه هنتكلم عليها هو احنا نشتغل طبعا على 3 دي اس ماكس ابتداء من 2018 لحد 2023، كل النسخ دي معانا تشتغل مفيش اي مشكله فيها. اوكي؟ بس انا حاليا بفضل 2021، انا شخصيا بشتغل على 2021. لو جيت سالتني ليه هقول لك لانها من اكتر النسخ اللي انا لما اشتغلت عليها حسيت ان هي ستيبل، ما بتعملش كراشز زي النسخ الجديده. يمكن برضو 23 كويسه قوي، و18 طبعا رائعه، لكن في نسخ مثلا زي 19 كانت نسخه مزعجه جدا، 22 نسخه مزعجه جدا برضو. فيعني دايما شوف الريفيوز قبل برضو ما تسطب اي نسخه هتشتغل عليه. طيب طبعا السيت اب بتاع الماكس والكلام ده كله احنا مش هنضيع وقت فيه، يعني تقدر طبعا على يوتيوب تبص على طريقه الانستوليشن، ولو في حد عنده مشكله في تسطيبه برضو يقول لي، وانا ممكن ابعت لكم شويه لينكس للموضوع ده، ازاي بتعمل سيت اب للبرنامج عندك على اللابتوب او البي سي. طبعا انتوا هتشتغلوا على اللي هي الستودنت لايسنس او الفري ترايل ايا كان، يعني انت مش محتاج ان انت تشتري نسخه يعني كامله. اوكي، فتقدر تشتغل على الترايل فيرجن، وبيبقى فيها كل الايه، كل البوسيبيليتيز يعني اللي انت محتاجها. طيب اول حاجه احنا دلوقتي فتحنا ال 3 اس ماكس، وده الفيو بورت بتاعنا. علشان ابتدي اعمل بان كده انا بدوس على السكرول من النص، ولو عايز اعمل اوربت بدوس على، خليني كده الاول ارسم مثلا اي حاجه،
ليكن مثلا بوكس عشان بس تشوفوا معايا احنا بنعمل ايه. ليكن مثلا البوكس ده انا عايز اوربت حواليه فبدوس الت وبمسك البوكس ده بس الليكت على البوكس وببتدي اعمل اوربت حواليه، بمسك السكرول ويل وادوس الت وابتدي ادراج يمين وشمال، فكده انا بعمل اوربت حوالين ايه؟ حوالين الاوبجكت بتاعي. تمام؟ طيب غير كده انا بعمل زوم ان وزوم اوت برضو بالسكرول ويل، ببتدي احركها لقدام احركها لورا، كده انا بعمل زوم ان وزوم اوت. تمام؟ في عندي اول تاب لازم تدخل عليها اول ما تفتح ال 3 دي اس ماكس اسمها كاستمايز، ونختار منها كاستمايز يوزر انترفيس. لا مش هنشتغل على دي، خلينا كاستمايز بريفرنسز اللي هي البريفرنسز بتاعتك اللي انت عايز تشتغل عليها، وركز معايا جدا في النقطه دي لان هنتكلم فيها على شويه شورت كاتس كده هتفرق معاك في الباك اب بتاع الشغل بتاعك. ليكن مثلا انا ابتديت ابني الموديل وغلطت مثلا في حاجه في النص كده وعايز اعمل اندو، هتلاقي هنا عندك الليفلز بتاعت الاندو هتلاقيهم مثلا 3 او 10، انا مش فاكر بصراحه الديفولت كان كام، بس انا بوصل بخليهم 100. يعني اقدر ادوس الت ادوس كنترول زي ل 100 مره قبل كده يرجعني 100 خطوه ورا، فده اوبشن مهم جدا يا ريت تفعله. النقطه الثانيه السين سيلكشن، عملية سيليكشن في السين ان انت زي في الاوتوكاد كده لما كنت بتتحرك بتعمل دراج من الـ اليمين للشمال بيبتدي يعمل لك كروسنج على الاوبجكتس اللي وقعت جوه السيليكشن بوكس، لكن لما بتتحرك من الشمال لليمين بيسيلكت بس الاوبجكتس اللي جواه مش اللي تقاطعت معاه. هوريكم مثال دلوقتي، خلينا نقفل مثلا الاوتو ويندو كروسنج دي وندوس اوكي. وانا مثلا عندي هنا سفير وعندي البوكس ده عايز اعمل لهم سيليكشن، ببتدي من اليمين اهو اتحرك للشمال، البوكس ده اللي هو المنقط ده لو تقاطع مع اي اوبجكت من دول فهو هيعمل له سيليكشن زي ما احنا شايفين كده. كده هو عمل له سيليكشن، بص كده معايا تقاطع بس مع البوكس عمل له سيليكشن. طيب انا دلوقتي عايز لما اجي ابقى مثلا عايز اسيلكت ده بس اللي هو الاوبجكت ده بس، ليكن الاثنين ورا بعض كده وانا عايز اسيلكت واحد واسيب الثاني، لو عملت برضو بنفس الطريقه دي كده هلاقيه بيسيلكت الاثنين. علشان اسيلكت واحد فقط محتاج اخش على بريفرنسز واكتيفيت الاوبشن بتاع الاوتو ويندو كروسنج باي دايركشن واخليه رايت ليفت كروسنج واقول له اوكي. في الحاله دي لما هاجي اعمل كروس، بص كده كان الاول منقط في الاتجاهين، دلوقتي العكس بقى، البوكس ده لازم الاوبجكت يكون جواه بالكامل عشان يعمل له سيلكشن. فانا كده بقيت ايه؟ بسيلكت ده لوحده وبسيلكت ده لوحده لو انا برضو عملت ايه؟ كروسنج من الشمال لليمين بالمنظر ده. لكن من اليمين للشمال زي ما اتفقنا لو تقاطعت مع الاوبجكت يبقى انا ايه؟ يبقى انا كده بسيلكت الاثنين مع بعض. دي تفصيله هتحس بقيمتها لما ان شاء الله نشتغل في التطبيق ويبقى عندك اوبجكتس كتير قوي في السين وانت عايز تسيلكت حاجه فيهم بعينها. هنسيب الجنرال تاب دي ونخش على فايلز. حاول ان انت طبعا تتاكد ان الاوتو باك اب ده مفتوح علشان وانت شغال طبعا في المشروع دايما هتلاقي كراشز بتحصل كده نتيجه اسباب يعني ما حدش عارف يعني ايه سببها. ممكن تبقى حاجات ليها علاقه بان الجهاز بتاعك ضعيف شويه، ممكن تكون عملت حاجه غلط في الفيو بورت فحصل كراش، ايا كان يعني. فانت خلي الباك اب انترفال بتاعتك مثلا ان البرنامج يعمل اوتو سيف مثلا كل 30 دقيقه. هو الاول بيبقى مديه 5 دقايق، انا بشوف ده بيعطلني جدا ان كل 5 دقايق افضل مستني الاوتو سيف، فانا بخليها كل نص ساعه وانا بايديا كده خلاص بقى عندي ايه السنس بتاعنا كل شويه كنترول اس كنترول اس، خلاص بقيت انت ايدك خدت على الموضوع ده علشان تسيف طبعا الشغل بتاعك كل شويه. هنبتدي نخش على الفيو بورتس، هنلاقي فيها هتلاقوا عندكم لو لسه مسطب ال 3 دي اس ماكس هتلاقي السليكشن بريفيو هايلايتس دي مفتوحه. انا ما بحبهاش بصراحه ان انا لما باجي اقرب كده على الاوبجكت يديني زي ستروك اصفر حواليه، يعني ده نفسيا بيضايقني انا بصراحه فبقفله. اللي فيكم حابب طبعا يفضل سايبه ومفيش مشكله، اللي حابب يقفله فهو بيتقفل من هنا من تاب الفيو بورتس سيليكشن بريفيو هايلايتس. اوكي
طيب يمكن مفيش اي حاجه تانية احنا محتاجينها من البانل دي خالص ضروريه؟ جاست بس المعلومتين اللي انا قلت لك عليهم دول مهمين جدا انك تبقى مطلع عليهم وفاهمهم. طيب ده بالنسبه للنقطه بتاعه الكاستمايزيشن بتاعه الفيو بورت. في عندنا برضو شويه اليمنتس تانية قد تكون ممله شويه الحاجات دي، بس هي صدقوني مهمه جدا جدا في الشغل بتاعنا ان شاء الله قدام. ف وكويس طبعا ان كل الناس يعني ما حدش تقريبا عارف في الماكس قوي، ف احنا بنتكلم على البيزكس كلها يعني مش هنسكيب حاجه من البيزكس. تاني حاجه مهمه جدا يا جماعه هي اليونت سيت اب. يعني اول حاجه قلنا عليها ان انا اظبط البريفرنسز بتاعتي، ايه هي البريفرنسز بتاعتي اللي انا عايز البرنامج يشتغل عليها. رقم 2 اليونتس، زي ما بنخش على الاوتوكاد او الريفت بظبط اليونتس، لازم اتاكد ان اليونتس بتاعتي بالميتر. هي عندك في الاول بتبقى ممكن تبقى فاضيه خالص كده، تبقى يو اس ستاندرد او تبقى جينيريك يونتس، فانت خليها مترك واختار ميترز. وخش على سيستم يونت سيت اب برضو خليها ميترز وتاكد ان الرقم ده واحد. تمام. تقدر طبعا تشتغل بالسنتيمتر، احنا بنشتغل بالميترز دي لان احنا معماريين فبنحتاج يعني بنحتاج نشتغل بالمتر. لو انا شغال جوه انتيرير سبيس ممكن يبقى بالسنتيمتر، فلو انا عامل سنتيمتر بره اتاكد برضو ان انا جوه مختار سنتيمتر. تمام. طيب ده بالنسبه لليونتس. ايه تاني كمان ممكن اعمله كاستمايزيشن؟ حاجه مهمه جدا، اللي شغال معايا او اللي فتح 3 دي اس ماكس هل هو عنده الفيو بورت كبير كده زي ما هو عندي، ولا عنده اربعه ويندوز، اربعه بوكسز كده، اربعه صح كده؟ طيب ازاي تخليه زي عندي كبير كده تماكسمايز الفيو بورت سايز؟ بتدوس Alt W. طب انا دلوقتي دوست Alt W وبرضه يا باشمهندس هو كبر عندي برضه، يعني الفيو بورت كبر عندي، بس يعني عند حضرتك هنا كده في 2 بس، ازاي بقى اتحكم في العدد بتاعهم والقصص دي؟ هنخش على من علامه ديفولت شيدنج دي، هنخش على فيو بورت باك جراوند ونختار كونفيجر فيو بورت باك جراوند، او ممكن تدوس Alt B كشورت كات للي احنا عايزينه ده. طيب فتحت انا الفيو بورت دلوقتي، بيقول لي كذا حاجه، بيقول لي في المكان اللي هو بتاع اللي اوت، علامه اللي اوت دي هتلاقيه بيقول لي انت عايز اقسم لك الفيو بورت لاثنين فيو بورت، ولا خليهم ثلاثه، ولا خليهم اربعه. طب الاربعه عايزهم فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ كل شويه هيقعد عندك اقتراحات كثيره. طبعا انا مختار حاجه فيهم اللي هنا، بحب دايما اشتغل ازاي، احب يبقى على شمالي الفرونت فيو وعلى يميني يبقى البرسبكتيف. انا بحب اشتغل كده، وساعات بحول الفرونت فيو ده التوب فيو علشان يبقى عندي الرسمه الاوتوكاد او التوب فيو بتاع المشروع، وعلى يميني بقى بشتغل على 3 دي بمنتهى السهوله تبقى الدنيا سهله، لان 4 فيو بورتس بصراحه كتير جدا مش هنحتاجهم. تمام. طيب انا عملت الكلام ده بعد ما خلصت القصه دي. في عندي كمان طرق لإظهار العناصر اللي موجودة في الفيو بورت من نفس القائمة. احنا كده دخلنا لو نفتكر مع بعض بنراجع كده بسرعة، عندنا 3 دروب داون بانلز هنا، 3 اوكي يهمني فيهم زي ما قلنا ديفولت شيدنج دي دخلنا فيها على فيو بورت باك جراوند، ومنها اخترنا كونفيجر فيو بورت باك جراوند عشان نتحكم في القصة اللي قلنا عليها بتاعت عدد الفيو بورتس اللي عندي. طيب انا دلوقتي عايز اعرض بقى افيجوالايز الكلام ده في الفيو بورت باشكال مختلفه، فممكن اختار مثلا فيسيتس، ده ابتدى يقسم لي شكل العناصر اللي فيسز كده. في عندي باوندنج بوكس، يعني بحول الفيو بورت كده لشويه كيوبس كده عشان مثلا انا عندي سين تقيل ولا حاجه وعايز اخفف الفيو بورت، ممكن فلات كولر بالمنظر ده، ممكن كلاي اللي هو كانه بالطامي كده، والكلاي مود ده بيبقى لذيذ قوي في انك توري الناس البيهايند ذا سين زي ما انا وريتكم من شويه الشوتس اللي انا كنت اشتغلت عليه. في طبعا اشكال تانية ستايلايزد بقى، في جرافايت يبقى عامل زي السكتش كده، في مش عارف اشكال بقى مختلفه كلر بنسل زي في السكتش اب كده يا جماعه، يعني الايفكتس اللي هي اللطيفه بتاعت السكتش اب دي
برضو تقدر انت تاخدها من ال 3 دي اس ماكس بدون اي مشكله. اكريليك، كل الكلام ده بيبقى لطيف قوي انت بتعمل دراسه للمشروع بتاعك. طيب نرجع للديفولت شيدنج ونبتدي كمان نعمل حاجه، نتعلم حاجه تانيه. انه انا دلوقتي في البرسبكتيف، انا لو عايز انتقل للتوب فيو هعمل ايه؟ هدوس تي، مش هو توب يبقى تي. طب عايز اروح للبرسبكتيف، تفتكروا هتبقى ايه؟ نمت ولا ايه؟ بي بي، مش محتاجه، مش محتاجه اي تفكير. طيب لو انا عايز الفرونت اف، طيب لو عايز الليفت ال، وهكذا. تمام، تبقى الدنيا معاك سهله، بتتحرك ما بين الفيو بورتس بدل ما كل شويه تقفل وتفتح، تقعد تقفل وتفتح، لا هو خلاص شورت كاتس تي بي وهكذا. طيب انا دلوقتي بعدت خالص كده عن السين، يعني وانا بتحرك عمال سكرول بعدت قوي وعايز ارجع بسرعه، اعمل ايه؟ هدوس زي، حرف الزي من الكيبورد هيلزقني تاني في الفيو بورت اللي انا بعدت عنه اهو. طيب شايفين الجريد اللي تحت دي؟ شايفينها صح؟ لو عايز اخفيها بدوس جي، مش هي جريد يبقى جي. تمام، طيب في عندنا برضو طرق لعرض الفورم بتاعتي، شكل مثلا زي السفير دي، لو انا دوست اف 4 هعرض السيجمنتس بتاعتها، هي متكونه من سيجمنتس عامله ازاي. هنلاقي مثلا هنا عندنا اشكال تانية زي مثلا زي التيبود مثلا، اشهر شكل اللي هو الشكل ده، تلاقيه بص متكون من مجموعه سيجمنتس اهي. تمام، طيب عايز اخفيها بدوس اف 4 تاني. طب لو عايز اظهر واير فريم اف 3. تمام، اوكي، دي طرق طبعا لاظهار السيجمنتس جوه الفيو بورت. طيب جميل جدا، الدنيا واضحه لحد دلوقتي يا جماعه ولا في حاجه مش واضحه، حد وقع مننا؟ باشمهندس، هو بس الصوت اسرع من الصوره شويه، يعني حضرتك بتبقى بتقول حاجه وبتاخد حبه كده قبل ما احنا شوية بنشوف. لاج. شويه. طيب يعني هحاول شويه اهدي الريت بتاع التعليق على الفيو بورت، يعني هنتظر شويه ان هو يظهر وبعد كده يعني هحاول اظبطها، هحاول اظبط انا اللاج ده. شكرا. العفو. في اي حاجه تانية؟ في حد عايز، في نقطه مش واضحه لحد دلوقتي؟ جميل. طيب النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها هي المنيو بار اللي هي فايل، دي القائمه بتاعت فايل. القائمه دي طبعا من القوائم المهمه جدا اللي انا من خلالها بقدر اعمل سيف، واعمل سيف از لل 3 دي اس ماكس فايل، واقدر من خلالها اعمل امبورت ان انا اجيب مجموعه مودلز من حاجه معينه وابتدي ادخلها عندي، والمودلز دي قد تكون سكتش اب، قد تكون ريفت، قد تكون يعني اشكال كتيره جدا من الاكستنشنز، هنشوف مع بعض ازاي. واكسبورت ده ان انا ابتدي اطلع الموديل اللي انا عملته ده، ابتدي امسكه كده واوديه لبرنامج تاني عشان اكمل عليه شغل معين. تمام، في طبعا عندنا برضو الاختيار بتاع preferences ده، لو نفتكر ان احنا دخلنا عليه في الاول خالص، اللي احنا لو تفتكروا جبناه منين، جبناه من customize preferences، برضو ممكن اجيبه من file preferences وابتدي ان انا ايه اعمل customization. طيب فكرة الامبورت دي، لو انا دوست على امبورت واخترت امبورت، هيقول لي والله انا عندي كمية formats. نعمل زوم كده، بص كده معايا على الفورماتس دي، في عندنا كل الفورماتس اللي ممكن تتخيلها لأي فايل موجود في الدنيا. عندنا FBX، عندنا
اي بي سي اللي هو الاليمبيك ده هتستخدموه، لو اللي هيفيكوا هيشتغل في الانيميشن والحاجات دي هيفهم برضو الدوت اي بي سي ده بنستخدمه كتير. ممكن اودي الالستريتور، ممكن اودي الكاتيا اللي هو البرنامج بتاع الاستراكشرال موديلنج، ممكن اودي كولادا. كولادا ده بيتعامل مع السكتش اب، ومثلا عندنا الاوتوكاد، عندنا كذا حاجه، عندنا اشكال كتيره من الفايلز. يمكن اهمها طبعا عندنا ريفت امبورتر، عندنا سكتش اب، يعني ممكن ادخل من السكتش اب لل 3 دي اس ماكس، واقدر ادخل او اودي للراينو من اللي هو الاكستنشن اللي هو الاس تي اي بي. يعني انا لو الراينو فايل اسيفه از اس تي اي بي فايل، واقدر ادخله على ال 3 دي اس ماكس من خلال الاكستنشن ده اللي هو الاس تي اي بي. تمام، دي كل طبعا الاكستنشنز اللي هي تهمنا. انت طبعا بعد ما بتسلكت اي موديل انت عايزه، ليكن في موديل معين انت عايز تعمل له اكسبورت او تعمل له امبورت، بتبتدي ان انت تختار الموديل ده. ممكن نشوف تطبيق كده على الموضوع. ليكن مثلا اي موديل فرنتشر مثلا، اليمنت صوفا ولا حاجة. ليكن مثلا الصوفا دي، شايفين معايا؟ الصورة ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ بس عايز أتأكد علشان حاسس إن في مشكلة. هو قدامنا سكرين بيضا مكتوب إنه items match your search، إلا بتظهر قدامنا. تمام، في صورة بيضة؟ يعني أكن مفيش فايلز موجودة أو حاجة. أوكي ماشي. طيب ثانية واحدة أحاول. ليكن مثلا موديل اف بي اكس مثلا اكستنشن لاي موديل، ليكن مثلا ده اف بي اكس اهو. ممكن ناخد الاف بي اكس ده اهو، هنقول له مثلا اوكي امبورت، ونقول له اوكي، هيبتدي بروسيس كده. ويدخل لي الموديل. طبعا الموديل ده مش واخد اي ماتيريال، فباين ان هو طبعا لونه بلاك. لكن احنا هنتعلم ان شاء الله بعد كده ازاي نحط ماتيريال للعناصر اللي عندنا في الفيو بورت علشان نشوفه. تمام، ده كده ايه هو انتيريور سبيس مثلا، وانا عندي ايه، عندي ده شكل القاعدة اللي هي أنا دخلتها من برنامج تاني للـ 3 دي اس ماكس من خلال اكستنشن اف بي اكس. اوكي طيب، طبعا عايز أعمل ديليت بس سلكت الحاجة وبدوس ديليت من الكيبورد، مفيش أي مشكلة. عندنا طبعا على الجنب كده في زي بانل زي اللي كانت أيام اللي موجوده في الاوتوكاد، اللايرز والكلام ده هنتكلم عليها. خلونا برضو نتكلم الاول قبلها على استخدام الست، عمليه ست البروجكت فولدر. انا دلوقتي لما بيبقى عندي مثلا صوره او 3 دي موديل، ليكن مثلا الموديل ده،
انا حاطط عليه خامه معينه او حاطط عليه ماتيريال معينه. خلينا نحط كده اي ماتيريال من في راي. طبعا الكلام ده يعني ان شاء الله هتاخدوه بالتفصيل في الحاجات بتاعت في السيشنز بتاعت الريندرنج، بس ليكن انا دلوقتي هحط كده سريعا اي ماتيريال هو ايه في الفيو بورت. يعني نعمل لها شو بس في الفيو بورت كده عشان نشوف الايه، نشوف الماتيريال وهي موجوده. تمام، ليكن مثلا ماتيريال بريك دي. دلوقتي انا بيبقى عندي الموديل عباره عن قشره كده زي ما احنا شايفين، قشره. القشره دي بنحط عليها خامه، نحط عليها ماتيريال. طيب انا دلوقتي لو عايز احفظ الموديل بتاعي ده بالماتيريال بتاعته، يعني انا لو انا دلوقتي دخلت وقلت هعمل سيف از للماكس فايل، هو هيسيف لي الموديل بس لكن مش هيسيف لي الماتيريال بتاعته اللي هي الصوره اللي احنا شايفينها بتاعت البريك دي. طب انا دلوقتي لو عايز احفظ الصوره بتاعت البريك واحفظ الموديل، ولو انا حاطط اي حاجه ليها علاقه بالفايلز الخارجيه اللي ليها علاقه بال 3 دي اس ماكس ومتعلقه بالمشروع بتاعي تتسيف برضو، بعمل ايه بقى؟ بختار من فايل بروجكت وبقول create set active project، يعني بختار ان هو ان البرنامج يعمل لي فايل، الفايل ده او الفولدر ده جواه كل الخامات اللي انا استخدمتها في المشروع. تمام، ده بيمنع بقى ان انت مثلا انت دلوقتي عايز تنقل المشروع بتاعك من على اللابتوب مثلا الشخصي بتاعك للبي سي، وانت بتنقل الماكس فايل لازم تتاكد ان انت بتنقل معاه المابس بتاعتك. طب والمابس دي هلاقيها فين؟ الفكره بتاعت انك تعمل ست للبروجكت فايلز اللي هي زي ما اتفقنا من بروجكت، ممكن اختار كرييت امتي ان انا عايز اعمل فولدر فاضي. الفولدر ده هاجي في اي مكان عندي في الديسكتوب، ابتدي مثلا اختار وابتدي اسميه ايا كان اسم المشروع، هلاقي ان الاستراكشر بتاعه زي اللي احنا شايفينه ده بالظبط اللي هو ده. انا لما بستخدم الماجنيفاير الصوره بتكبر صح؟ يعني كده الصوره كبرت مش كده؟ ولا ما بتكبرش؟ الصوره متاخره بس فاحنا مش عارفين. اوكي بس مفيش حاجه كبرت يعني. وانا دلوقتي استخدمت الماجنيفاير. لا الصورة صارت زي ما هي. ما كبرتش، هو ما بيفهمش للاسف. ماشي طيب مش مشكلة. طيب انتوا شايفين دلوقتي في عندي اركايفز، في عندي اوتو باك، في عندي داونلودز، اكسبورت، امبورت، جوه مثلا الريندر في عندنا بريفيوز، في عندنا كل الداتا المتعلقة بالمشروع. يعني هو كده بيسيف لك هنا الباك اب بتاعك بتاع الفايلز بتاعتك، الداتا اللي انت بتعمل لها امبورت ممكن تسيفها انت هنا، الريندر اوتبوت اللي هي الريندرز اللي انت طلعتها، لو في بريفيوز انت عملتها، لو في بروكسيز، بروكسيز دي برضه يعني هنعرفها بعدين اللي هي بتخفف مساحه الفايل وعدد البوليجونز اللي فيه وهكذا. السين اسيتس، كل حاجه، كل حاجه لها علاقه بالفايل بتبتدي تتسيف بشكل منظم من خلال عملية الست بروجكت فولدر. اوكي، فدي معلومة مهمة جدا ومحتاجين ان انتوا قبل ما تبتدوا اي مشروع ان انت يفضل ان انت تعمل حاجة زي كده. طيب بعد كده بنتكلم على اللايرز بقى، انه زي ما انا اشتغلت على الاوتوكاد، الاوتوكاد طبعا بيتكون مجموعة لايرز، واللايرز دي بعملها ترن اون وترن اوف وهكذا. ال 3 دي اس ماكس نفس الحدوتة بالظبط. تمام، خلينا نمسح اللايرز الزياده دي الاول. اللايرز بانل دي بتبقى موجوده على الشمال زي ما احنا شايفين في الفيو بورت، وبختار سورت باي هيراركي اللي هي الزرار اللي هو ده. تمام، ده بختاره. في الحاله دي بيظهر لي كل الايه، هو بيبقى يعني هو بيبقى سورت باي هيراركي، سوري ده الديفولت، احنا بنختار سورت باي لاير.
عشان يديني مجموعه اللايرز اللي موجوده في السين. احنا طبعا اللايرز دي كلها مش عايزينها فنمسحها عشان نبني لايرز من جديد مع بعض. انا دلوقتي مثلا هشتغل على مشروع او اي مكان، فعندي الارض بتاعت المشروع، فروحت عامل زي امسح الحاجات دي كلها، الحاجات دي مش عايزينها برضو. تمام، الديفولت لاير اهي، هي دي الديفولت لاير. فانا لو رسمت دلوقتي اي اوبجكت هو هينزل جوه مين؟ جوه الديفولت لاير. طب جوه الديفولت لاير ده يعني انا ممكن اطفيها؟ اه ممكن اطفي الاوبجكت اهو وافتحها زي بتاع ده، زي الاوتوكاد بالظبط. طيب انا دلوقتي عايز اسمي، انا عايز اعمل لاير جديده اسمها مثلا البروجكت، مثلا او اللاند بلوت اللي هي ارض المشروع، فهادوس على علامه البلس دي اللي هي كرييت نيو لاير، وهكتب هنا بروجكت لاند بلوت. تمام، واقوم جايب الاوبجكت ده اعمل له سيلكشن كده، واختار العلامه دي اللي هي جنب علامه البلس اللي اسمها اد تو اكتيف لاير. حلو كده، انا نقلت الاوبجكت من لاير ديفولت للاير بروجكت لاند بلوت. فانا لو طفيت لاير بروجكت لاند بلوت دلوقتي هبقى انا ايه شغلتها او طفيتها من خلال اللاير بتاعتها. طيب عندي بقى المبنى نفسه، ايه كتله المبنى نفسه، هروح جاي عامل لاير جديده سميها بيلدينج. حلو قوي، همسك الاوبجكت اتاكد ان هي اكتب من علامه ان لونها اخضر، لو دوست على اللي تحتها بقت كده اللي تحتها هي اللي اكتف، فانا عايزها بيلدينج هي اللي تبقى اكتف، فادوس على العلامه دي وبعدين ادوس على اد تو اكتف لاير. بقى كده المبنى موجود على لاير، بقى كده البروجكت لاند بلوت على لاير. تمام، طيب لو السين بتاعي بقى مثلا في اشخاص وفي مش عارف ايه وفي حاجات كده، ليكن مثلا اي لايبرري عندك فيها اشخاص، الويب سايت ده مثلا ريندر بيبل ستوديو، ده ويب سايت متخصص في ال 3 دي بيبل عموما. فمثلا ليكن من اللايبرري بتاعته ايا كان بقى اي موديل، انا مثلا عجبني الموديل ده انا عايز مثلا احط الموديل ده مثلا في السين، فعملت له امبورت. ده بلجن طبعا لل 3 دي اس ماكس اسمه ريندر بيبل ستوديو، يعني اللي حابب يحمله هو موجود فور فري، بس طبعا المودلز اللي موجوده جواه هتضطر ان انت تشتريها او تستخدم مجموعه من الفري اسيتس اللي هم رافعينها فور فري. ده طبعا اللي حابب يضيف اشخاص وكده يكونوا 3 دي في السين بتاعه. طيب دلوقتي انا الشخص ده نزل لي اهو في الفيو بورت. تمام، طيب انا دلوقتي عايز اخلي الشخص ده على لاير برضو، فاروح جاي عامل لاير اسمها ايه، لاير اسمها بيبل، فاروح جاي ماسك الشخص ده وحطه جوه اللاير دي، بحيث ان انا وانا شغال في المشروع انا دلوقتي عايز اشيل كل الاشخاص اللي موجودين علشان اخفف الفايل، فاروح طافي لاير البيبل. عايز اشيل المبنى واشتغل على لاندسكيب بس، اروح طافي لاير البيلدينج واشتغل على لاندسكيب، وهكذا. تمام، ده بنسميه اللاير مانجمنت، اللي هو اداره اللايرز بتاعت المشروع، اهم بكتير جدا من ان انت تخرج لي 3 دي ماكس فايل. يعني انا محتاج انك تبقى ماشي بشكل منظم خلال البروسيس بتاعتك في الموديلنج، زي الديزاين بروسيس كده لما بنقول لك ان هي عباره عن خطوات متتابعه منظمه، برضو الموديلنج بروسيس نفس الفكره، لازم تكون فيها على درجه عاليه جدا من التنظيم والاتقان، عشان حتى لما ان شاء الله باذن الله في سنه رابعه او في اي سنه من السنين يشتغلوا تيم وبتسلموا بعض الفايلز، تبقى انتوا بتسلموا لبعض فايلز تكون منظمه، تعرفوا تشتغلوا عليها مع بعض، مش كل واحد يسلم التاني فايل يقعد يدي عليه يقول له يعني منك لله يا اخي والله يعني انا احتست في الفايل ومش عارف اسم اللايرز ومش عارف افتح حاجه والفايل تقيل وحاجه، يعني ايه، خلينا مع بعض كده محضر خير يا جماعه.
طيب نقدر برضو نعمل يا جماعه فريز لللاير، يعني لو مثلا لاير البيلدنج عايز اعمل لها فريز هختار علامه الفروزن دي، هبقى انا كده مش هقدر اسلكت المبنى، هيبقى كانه جوست جوه السين. تمام، عايز طبعا ان فريز، ادوس تاني ايه اللاير اهي، هروح عامل سيليكشن بس على علامه الفريز دي. طيب ايه تاني محتاجين ان احنا برضو نشوفه في الفيو بورت؟ محتاجين في بعض الامور يا جماعه، بيبقى عندي في السين مثلا ليكن عندي مجموعه اوبجكتس موجوده وعايز اجمعهم كده مع بعض، يعني عايز اسلكتهم مع بعض كلهم مره واحده، فبعمل لهم جروبنج، بسلكت الاوبجكتس دي وبخش على جروب واقول له جروب. شفتوا البوكس امتد حواليهم ازاي؟ استنى شويه كده بحيث تظهر لكم. تمام، طب لو انا عايز اعمل ان جروب من نفس البانل بقول له ان جروب وانتهى الموضوع. اوكي، دي بتبقى مفيدة برضو عشان لو انا عايز احرك مجموعة الاوبجكتس دي كلها مع بعض كده في نفس النفس، اهو كده بحرك سيلكت واحد بس اهو وحرك كله. تمام، طيب جميل جدا. لحد دلوقتي الامور واضحة يا جماعة ولا في حاجة وقعت؟ لا تمام يا باشمهندس، الدنيا تمام. اوكي ممتاز. طيب نخش على نقطة تانية متعلقة بيه، السناب، عملية السناب. في سؤال مهم جدا، هل أنا في الـ 3D Max أقدر إن أنا أعمل أو أرسم زي في الأوتوكاد؟ يعني هل في سناب كده موجود في الـ 3D Max من خلاله أقدر إن أنا أعمل سناب على الاوبجكتس وهكذا؟ هل ده ممكن اعمله؟ هل ده بالامكان؟ لحظه واحده اعمل شير بس. تمام، طيب السين ده احنا دلوقتي عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نبتدي نشوف عملية السناب. يعني ايه سناب؟ يعني انا مثلا رسمت بلين، اوكي، البلين ده بيتكون من ايه يا جماعة؟ بيتكون من 4 vertices. يعني في عندي فيرتكس هنا وهنا 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 اللي هي الكورنرز بتاعته، وليه مجموعه يعني ليه مجموعه بارامترز على الجنب كده هنتكلم عليها في الموديفاي ستاك. ولكن على الاقل دلوقتي انا عايزك يعني تبقى متفق معايا ان هو بيتكون من 4×4 جريد، يعني 4 مربعات × 4 مربعات، فبيديني جريد بالمنظر. انا عايز مثلا ارسم بوكس وي، بس البوكس ده انا عايز امسك الموديل ده اللي هو البوكس ده احركه الزقه في الطرف هنا بالظبط. طيب انا بسلكت دلوقتي الموديل، علامه البلس اللي هي فوق دي يا جماعه اللي هي حرف الدبليو من الكيبورد معناها ان انا هعمل موف للاوبجكت.
اللي جنبها دي روتيت اللي هي ار اللي هي اي ولا ايه، والار هي السكيل. حلو قوي. طيب هنمسك الموف كده. الموف دي لو ركزنا هنلاقي ان في الشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده اللي هو اكس واي زي ده، ده بنسميه الجزمو، جي اي زي ام او، الجزمو بتاع الاوبجكت. يعني ايه جزمو؟ يعني السي جي بتاعه. يعني ده كده بالنسبه للبوكس ده هو ده السي جي بتاعه في القاعده بتاعته، هو الانسرشن بوينت بتاعته كانت من النقطه في النص كده، فهو ده السي جي بتاعه. طيب انا اقدر احركه زي ما احنا شايفين، لو عملت سيليكشن للاكس اكسس اتحرك في الاكس اكسس بس، لو سيليكشن في الواي اتحرك في الواي بس، لو في لو مسكت البلينز اللي هي اللي موجوده دي، يعني انا هنا بس سيليكت الايه الاكسس. طب لو انا عملت سيليكشن للبلاتفورم ده اللي هو البلين ده اكس واي ده، هيحركوا لي في الاكس واي مع بعض اهو. طب الاكس الواي زي اتحركوا مع بعض. طب الاكس زي نفس الفكره في البلين ده فقط، وهيبقى كونستريند في البلين ده فقط، مش هتحرك في اي بلين تاني. طب لو اخترت المربع اللي تحت ده، هو هيحركوا لي في كله في نفس الوقت، هيحركوا لي اكس واي زي في كله في نفس الوقت. طيب انا دلوقتي عايز امسك البوكس ده، وركزوا معايا كويس جدا يا جماعه في الحته دي، لان اهم نقطه عندنا في الحته بتاعت النافيجيشن وحركه الموديل، هي انك تبقى فاهم كويس جدا ازاي تعمل سناب علشان شغلك يبقى دقيق واكيوريت. تمام. طيب هنركز مع بعض. انا دلوقتي عايز اوصل امسك النقطه دي اللي هي طرف البوكس، الزقها في النقطه دي اللي هي طرف البلين. ركز معايا، انا دلوقتي لما اتحرك في الاكس واي بلين ولا في الاكس اكسس بس ولا في الواي اكسس، ولا اتحرك ازاي؟ ايه البلين اللي انا هتحرك فيه عشان اوصل للنقطه دي؟ اكس واي بلين. اكس واي، ممتاز. طيب يبقى انا بس سلكت الاكس واي بلين، يبقى انا وقفت عليه اهو، وهدوس من الكيبورد علامه المسطره او اللي هي السبيس، واقول له لوك سيليكشن، هيطلع لي بانل كده صغيره، اختار منها لوك سيليكشن كده. البرنامج انا بقول للبرنامج يا 3 دي اس ماكس بعد اذنك انا هتحرك في الاكس واي بلين فقط، اقفل لي كل الاكسيز الثانيه. يعني لو انا عايز اسلكت، انا عملت سيليكشن الاكس واي، لو انا دلوقتي عايز امسك النقطه دي امسكها لي لوحدها وحركها لي والزقها لي هناك. تمام. لو مسكت النقطه دي امسكها لي واديها لي هناك، لو عايز امسك النقطه اللي فوق نفس الفكر واديها لي هناك، وهكذا. تمام. ولكن هحرك لي الحاجه فين؟ في الاكس واي بس. تمام. طيب نعيدها تاني، انا عايز احرك البوكس ده اوديه في النقطه دي. طيب لو حد بيطبق معايا، هل ظاهر له الحاجات اللي ظاهره لي دي، اللي هي الفيرتكس اللي لونها اصفر والصفره الثانيه والايدج الصفراء والحاجات دي، هل في حد بيظهر له الحاجات دي كده زيي، ولا ما حدش ظاهر له حاجه؟ طيب ايا كان، علشان تشوف الحاجات اللي هي الصفره دي لازم ادوس حرف الاس من الكيبورد اللي هو علامه المغناطيس اللي فوق، ومكتوب عليه حرف 3 رقم 3 اللي هو علامه السناب، اس فور سناب. اول ما ادوس اس انا فعلت كده الايه السناب. طيب السناب الديفولت عندكم هيبقى مش كده، هو السناب الديفولت بتاعكم هيبقى على الجريد، يعني هيديني، بصوا التقاطعات بتاعه الجريد مديني عليها ايه، هايلايت، صح؟ يعني لو انا عايز احرك البلين ده مش هعرف اصلا الاقي فيرتكس امسكه منها. بصوا هنا شايفين هو بيسناب على انهي فيرتكس، هل هو هنا بيسناب على الايدج بتاعت البلين ولا بيسناب على الجريد؟ بيسناب على الجريد، صح؟
معايا يا شباب؟ ايوه مع حضرتك. تمام ممتاز. طب انا عايز دلوقتي اغير الجريد دي، يعني عايزها تبقى على الايدج او على الفيرتكس، فبرايت كليك على رقم 3 ده وبقفل جريد بوينتس دي وبخليها فيرتكس زي في الاوتوكاد بالظبط، نفس الشكل ده كده بالظبط اللي فيكم اشتغل اوتوكاد هيلاقي نفس البانل دي موجوده في السنابنج اللي هو موجود تحت. جميل كده. طيب انا اخترت فيرتكس، حلو قوي. بعد ما اخترت فيرتكس بقيت دلوقتي قادر ان انا امسك هو الفيرتكس، وما بقتش ماسك الجريد، بقيت ماسك الفيرتكس. انا عايز انقل بقى البلين ده من النقطه دي كده لحد النقطه دي. هعمل ايه؟ اول حاجه الوك الايه؟ السلكشن. الاول اشوف البلين اللي انا اتحرك فيه، انا اتحرك اكس واي، حلو قوي. ادوس انتر، بعدين لوك السلكشن، بعدين همسك النقطة اللي عايز اتحرك منها واروح على النقطة اللي انا ايه عايز اروح لها. حلو كده، الاقي الايدجز بالظبط على بعض. جميل، نفس الكلام، تعالوا نحرك حاجة في الزي. يبقى انا هسلكت مين؟ مش هحرك حاجة في الزي يعني لفوق، اختار مين؟ الزي اكسس، ادوس سبيس لوك سيلكشن، امسك اي فيرتكس فيهم واطلع فوق اسناب على فوق. تمام كده، حلو قوي. طب انا في نقطه مثلا يا باشمهندس، انا يعني ماشي شكرا جدا على حته السناب والكلام ده، كلام يعني كويس مفيد يعني خلينا نرسم اكيوت، بس انا ليكن مثلا انا عايز ارسم بالابعاد، يعني انا عايز مثلا ارسم البلين ده انا عايز اصممه بابعاد، مش عايز ارسمه كده وخلاص في الفيو بورت، عايز انقله، يعني عايز ارفع البلين ده مسافه 10 متر مثلا، ارفعه في الزد مسافه 10 متر، او عايز احركه يمين في الاكس مثلا مسافه 11 سنتي، او ايا كان بقى القيمه اللي انت عايزها. تمام؟ اعمل ايه؟ في تحت كده يا جماعه شايفين علامه الاكس واللي جنبها الكوردينيت والواي اللي جنبها الاحداثيات والزي اللي جنبها الاحداثيات، الحاجات دي شايفين الثلاثه دول؟ حلو قوي. الثلاثه دول هم موقع الجزمو بتاع البلين جوه ال 3 دي سبيس ده. مش احنا عندنا هنا جريد، شايفين الجريد دي؟ مش دي جريد؟ صح؟ تقاطع الخطين السود دول هو ده الزيرو زيرو بتاع الماكس فايل، هو ده الزيرو زيرو. طب دلوقتي الاحداثيات اللي موجودة تحت دي بتاعت مين؟ بتاعت موقع الجزم ده وبعده عن مين؟ عن الزيرو زيرو ده. طب انا دلوقتي عايز احط الجزم ده في الزيرو زيرو بالظبط، اعمل ايه؟ حد يقول لي كده، مش محتاجة يعني. عايز انقل البلين الاحداثيات زيرو، اصفر الاحداثيات دي صح؟ هصفرها، هخليها اصفار صح كده؟ طب عايز اصفرها هعمل ايه؟ يا اما هكتب هنا اصفار بايدي، يا اما هختار ادوس رايت كليك على السهمين اللي على الجنب دول. انا لما هدوس رايت كليك كده دلوقتي على الاكس هو صفر الاكس، طب لما هدوس على الواي هيصفر الواي، طب والزي هي اصلا اوريدي صفر، فكده حط لي البلين فين؟ في النص بالظبط على الجريد. طب بالتبعيه بقى انا عايز ارفع البلين ده 5 متر لفوق، يبقى هدوس على الاحداثي بتاع المين؟ بتاع الزد، واروح كاتب مين؟ 5. طب عايز ارفعه 10، يبقى 5 و5 يبقى 10 متر، يبقى انا كده ايه؟ اكتب 10. طب عايز اوصله ل 30 متر، اكتب 30. حلو قوي. طب عايز انزله تاني زيرو. حلو الكلام كده. طيب ليكن مثلا البلين بتاعي عامل كده بعيد كده زي ما احنا شايفين، وانا شايف تحت بقى ارقام غريبه 49 و8 مش عارف و93 من 1000 و55 و926 مش عارف من كام، وارقام كبيره كده، بس انا عايز من مكاني ده ارفع الاوبجكت ده فوق 10 متر. هاو بقى او بلاش 22 متر، خليها ارقام رزله.
هروح جاي بقى على الزد وافتح الكالكوليتر واكتب 49.093 زائد 22 هيديني كام؟ ده اداني مش عارف كام. فاروح جاي كاتب الرقم الاجمالي وحطه هنا. هل ده كلام؟ هل دي طريقه يعني دي طريقه شغل؟ اكيد مش طريقه شغل. ففي حل بيخلينا بقى نعمل ايه؟ نحول الصفر اللي هو بتاع الماكس فايل اللي هو كان هنا ده اللي هو الزيرو زيرو ده، اروح نقله مخليه هو مكان ما الجزمه موجود، يعني صفر البرنامج يتحول فجاه كده يبقى هو ده. اعملها ازاي دي؟ ان انا بفعل كلمه ابسولوت مود ترانسفورم تايب ان اللي هي العلامه اللي عامله زي البلس اللي جنب الارقام دي. اول ما دوست عليها خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ الارقام اللي كانت موجوده حصل لها ايه؟ اتصفرت. فلو انا كتبت 10 متر دلوقتي هو هيقيس لي 10 متر من مكان البلين موجود اصلا. فهمنا كده؟ طب انا عايز ارجع تاني بقى للمود بقى بتاع الايه؟ عايز ارجع تاني لليونيفرسال مود. هروح دايس على العلامه تاني هيرجع لي يجيب لي اللوكيشن بتاع البلين بالنسبه للزيرو زيرو بتاع البرنامج. تمام؟ النقطه دي مهمه جدا طبعا ان انت تبقى فاهمها علشان شغلك بس يبقى اكيوريت وتعرف تتحرك بسهوله في الفيو بورت. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الموف، طب ما اتكلمناش على حاجه مهمه جدا اللي هي لما هدوس ايه؟ احنا عندنا في الكيبورد، بص على الكيبورد بتاعتك هتلاقي W E R. ال W موف، ال E روتيت، ال R سكيل. لو دوست على ال E اداني الروتيت. الروتيت ده عباره عن دايره كده لذيذه زي ما سفير لذيذه زي ما احنا شايفين متلونه. ده الاكس الاحمر، الاكس دايما سوري الاحمر الاكس يعني انا بدور حوالين الاكس اكسس. الازرق هو الواي يعني انا بدور حوالين الواي اكسس. سوري الاخضر هو الواي اللي انا بدور حوالين الواي اكسس، والزي انا بدور حوالين الزي اكسس. طب انا ممكن اسلكت كده حاجه في اللاشيء مثلا، يعني مثلا امسك حاجه في النص يعني ابعد عن الاكس والواي والزي وسلكت كده حته من النص. ممكن. بص حركت عملت اوربت ازاي في ال 3 دي اهو. تمام. طيب لو نفتكر احنا لو عايزين نتحرك او نحرك بنفس المثال بتاع الموف، لو انا عايز اروتيت الموديل ده في اتجاه الواي اكسس حوالين الواي اكسس، هنزل تحت كده هلاقي ايه؟ اصفار، صح؟ لو وقفت على الواي وكتبت 45 يبقى هو كده عمل له روتيت ب 45 درجه بالظبط حوالين مين؟ الواي. طب لو كتبت 45 حوالين الاكس نفس الكلام بقى، 45 هنا و 45 هنا. معايا يا جماعه؟ ده اللوجيك. حلو قوي. بنفس الفكره لو انا عايز اتحرك 5 درجات كمان على اللي انا موجودهم هدوس على الابسولوت مود واختار منها اكتب القيمه. تمام كده؟ سهله؟ معايا يا باشمهندس؟ مع حضرتك دكتور. معلش كان عندي سؤال، وانا بعمل روتيت اللي هو علامه الكوكب دي، انا دوست على حاجه منهم فمش عارف اعملها، فهو بيعمل روتيت في اتجاه واحد اللي هو في اكسيس واحد، فازاي اخليه يعمل بقى روتيت في الباقي كله؟ في كل الاتجاهات ما تختارش ولا واحد فيهم، يعني ما تقفش لا على ده ولا على ده ولا على ده، اقف في النص. بص كده لكن لو انت بتسلكت ده هتلاقيك برضو ريستريكتد هنا، بتسلكت ده هتلاقيك ريستريكتد هنا. تمام؟ تمام. الجسم ده تمام، الجسم ده لو عايز اكبره طبعا انا ممكن اعمل زوم ان برضو وزوم اوت
بحرف الدال والجيم بيعمل كده زي سيجمنتال زوم ان وسيجمنتال زوم اوت. اوكي طيب غير الموف كمان احنا عندنا سكيل، والسكيل بنفس الفكره. شايفين الـ 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 الهرم ده؟ لو انا مسكت الاكس واي يبقى هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي سكيل. خليني على البوكس احسن عشان يبان الديفكت. لو عملت سكيل في الاكس واي بص عمل لي ايه؟ عمل لي ديستورشن في الاكس واي. طب عملت سيلكت في الواي زي عمل ديستورشن في الواي زي. طب عايز السيلكت يونيفرسال بحيث ان احافظ على البروبورشنز، هقف على المثلث اللي في النص ده. سهله ده كده من خلال اختيار المين لسيلكت لحرف الحرف الار من الكيبورد. اوكي طيب ليكن مثلا انا عندي كون هنا كده. الكون ده انا عايز امسكه والفه هوريزونتال والزقه كده على البلين ده. البلين ده شايفينه؟ هعمل الاوبريشن دي ازاي؟ عايز حد كده يمليني. انا عايز اخلي القاعده بتاعت الكون لازقه على وش الفيس بتاع البوكس. هعملها ازاي؟ هنعمل الاول روتيت مثلا 90 درجه. ممتاز. يبقى قول لي بالاختصارات هندوس الاول اي صح؟ تمام. اي روتيت هتحرك في الاكس ولا في الواي ولا في الزي؟ انهي اكسس الاحمر ولا الاصفر ولا الازرق؟ لا اعتقد الازرق مش عارف الاحمر انا مش باين حظنا قوي يمكن مش باين. تمام طيب انا دلوقتي عايز اروتيت كام درجه؟ 90. 90. طب انا دلوقتي روتيت اهو مش عارف اتحرك 90 بالظبط، انا عايز 90 بالملي. هو في سناب للزوايا؟ ايه ممكن اكتبها تحت؟ او ممكن يدوس شيفت يعمل سناب. ادوس السناب؟ ادوس اس يعني؟ لا شيفت، واحنا بنعمل روتيت ممكن بشيفت يعني دي بنعملها في باقي البرامج، فهو بيعمل على زوايا مظبوطه. لا الماكس بيعمل كوبي لما بدوس شيفت وانا بروتيت. تمام. طيب يبقى هنا بقى الحل ايه؟ حلوه قوي، انت قلت لي ان انا ممكن اكتب هنا في الاكس 90 درجه. جميل حلو ده حل. طب في حل احسن؟ في حل احسن. لو دوست ايه من الكيبورد دوست ايه كده، شايفين السناب الاياه بتاع الفيرتكس؟ في سناب بقى للزوايا. لو اخترت رايت كليك عليه كده هقول له هنا اعمل لي الانجل دي، خلي لي الانكريمنت بتاعت الروتيشن انجل خليها لي مثلا 5 درجات، كل 5 درجات اعمل لي سناب. فانا هروح جاي عامل روتيت، شايفين بقى بيتحرك بقى انكريمنتال ازاي؟ اهو 50 60 70 75 80 ها 90. تمام جدا حلو جدا. انا كده ايه الشكل عندي روتيت 90 درجه. طيب انا عايز الزقه بقى هنا هعمل ايه؟ اعتقد تقريبا من السنتر بقى بتاع الكونيك بس من ناحيه السيركل. نعمل بقى اللي هو نحدد يعني خلال نعمل سناب اللي هو يخليه يجي على الفيس بتاع يعني من الجزمه، من الجزمه ابتدي اتحرك مثلا في الاكس وسناب على النص بتاع البوكس صح؟ مظبوط. طيب يبقى انا كده محتاج اعمل ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا اشغل السناب تاني ورايت كليك عليه واشغل الميد بوينت، لان انا عايز نص الشكل. شايفين الميد بوينت ابتدت تتهايلايت معايا ازاي؟ واقفل البتاع ده وابتدي اسناب اهو، واروح على مين؟ على النص اهو، وبعد كده اطلع في الزد على النص برضو بتاع الضلع ده، وبعد كده من الواي امسك الاوبجكت اهو والزق بيه في اي فيرتكس هنا صح كده؟ طيب في حل انجز من الكلام ده كله؟ لسه هنقعد بقى كل اوبجكت هنقعد بقى نعمل فيه الحواديت دي؟ يعني مثلا الراجل اللذيذ اللي احنا كنا لسه مدخلينه ده، لو عندي بلين بالمنظر ده، اللي هو قدامنا ده، هعمل بس حاجه كده سريعه 50 50 مثلا ونعمل له نويز
ونعمل حاجه بالمنظر ده نعمل نويز كده اوكي على البلين. وانا عندي الراجل بتاعنا ده اي حاجه الراجل ده مثلا اهو انا عندي الارض اهي والارض فيها عالي وواطي زي ما احنا شايفين وانا عايز الزق الراجل ده بالظبط على الارض يعني احطه بالظبط يبقى البلين ده لازق في رجله بالظبط ما يبقاش طاير كده تمام وما يبقاش غارز. اعملها ازاي؟ تعالوا بقى نشوف الطريقه الثانيه. لو انا مسكت الكون ده شايفين العلامه اللي هي دي يا جماعه اللي هي اسمها سيلكت اند بليس دي فيتشر موجوده في ال 3 دي اس ماكس بتتيح لي ان انا لما بختارها وامسك الاوبجكت انا اقدر لو مشيت على اي سيرفس بص معايا بص بياخد النورمال بتاع السيرفس ازاي بيتحرك عمودي على السيرفس اهو بص اتحرك عمودي عليه ازاي اهو اوتوماتيك اهو فيتشر رهيبه مهمه جدا تمام. دي تفيدنا في ايه؟ لو الشخص ده انا عايز امسكه واعمل له بليسمنت سليمه خلاص بمسك الشخص اهو واحركه كده منين ما هو هيقف منين ما البتاع البلين بيلف هو هيبقى برضو عمودي عليه ورجله مش غارزه ولا اي حاجه رجله لامسه السبي الشكل اهو بشكل سليم مفيش اي مشكله تمام. واضحه الفيتشر دي؟ دي بقى تكنيك عن الروتيت والاوربت والحكايه والروايه بسرعه تخلص الحدوته دي. طيب نتكلم على هنتكلم على عمليه السليكشن والكوبي. احنا وصلنا بس بالظبط عملية السليكشن والكوبي وبعد كده ممكن ناخد بريك يمكن يعني مثلا 10 دقايق ولا حاجة ونرجع نتكلم بس في شوية مبادئ كده في الموديلنج تمهد لنا علشان الكلاس الجاي إن شاء الله. وعايز أقول لكم الجزء بتاع الموديلنج هو هيكون يعني انترستنج جدا جدا لأنه كله ترانسفورميشنز كلها موديفايرز بنستخدمها وبنعمل بيها أوبريشنز تطلع لي أشكال مختلفة كتير جدا غير الأشكال البيزك اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي تمام؟ طيب فيا ريت كلنا نبقى مركزين. دلوقتي أنا عايز أعمل كوبي من المخروط ده فلو أنا عايز أعمل كوبي بعمل كوبي إزاي في الـ 3 دي اس ماكس؟ عندي طريقتين يا إما كوبي من إن أنا بسلكت أي أكسس من دول وأدوس شيفت وأتحرك هيقول لي بقى انت عايزه كوبي ولا انستنس ولا ريفرنس احنا عايزينه يعني اللي هنشتغل عليهم يا اما كوبي يا اما انستنس هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. انا هعمل ده كوبي عادي وهمسك ده هعمل منه واحد تاني بس انستنس وتعالوا نشوف الفرق. انا هغير دلوقتي في البارامترز بتاعت الكون الاصلي. الكون ده هو الايه؟ هو البيرنت ودول ولاده للتشايلدز للتشيلدرن. البيرنت ده عنده تشيلدرن كوبي وعنده الثاني انستنس. ركز في دي معايا. خلينا نكتب كده ده بيرنت تمام وده كوبي وده انستنس. حلو قوي. طيب تعالوا نغير في البيرنت كده ونشوف الانستا الاثنين دول هيحصل لهم ايه. تعالوا نغير الريديوس كده مين اللي بيتغير معايا؟
الانستنس. الانستنس يبقى ده يعني ايه؟ ان لو انا بعمل نسخه ومش عايز النسخه دي تتاثر بالبيرنت، لو انا عدلت فيه اي حاجه يبقى اخليها ايه؟ اخليها كوبي. لو انا عايزه يتاثر، يعني هنفترض تعالوا يعني نتكلم على تطبيق واحد من الحاجات دي. عندي مجموعه اضاءات في المشروع 100 وحده اضاءه، والكلاينت بعد ما انا رصيت الاضاءات قال لي يا باشمهندس بعد اذنك غير لي لون الاضاءه من اللون الدافي اللي هو 4500 كلفن، عايزه يبقى كول، عايزه يبقى 7000 كلفن. هعمل ايه وانا عندي 100 وحده اضاءه؟ المفروض كنت من البدايه نسخت وحدات الاضاءه كوبي ولا انستنس؟ انستنس عشان ما اعذبش نفسي، عشان لما اجي اغير في البيرنت الاقي كل الانستنسز كلها خدت نفس اللون. لكن لو انا عاملهم كوبي يبقى انا مضطر اروح على وحده اضاءه ابتدي اغير قيمه اللايتنج فاليو جواها، الكالر تمبريتشر جواها. هل ده كلام يعقل؟ اكيد ده غلط. فاحنا دايما نبقى بنركز احنا بنعمل كوبي ولا انستنس بهدف ايه. تمام، دي كده كل الحاجات اللي كنت عايز اقولها في الانترو الخاصه بالترتيب بس بتاع الفايلز هاندلنج والامور دي. ممكن ناخد بريك بس 10 دقايق ونرجع نكمل مبادئ بقى ان شاء الله، مبادئ الموديلنج اللي احنا هنحتاجها. انتوا كده شايفين السكرين بتاعت الاجنده ولا شايفين الماكس لسه؟ شايفين الاجنده. ممتاز. طيب طبعا احنا خلصنا الايتيمز دي كلها. اوكي، ده برضو ليك انت يعني يبقى ريفرنس بس ليك للمحتوى كده احنا خدنا ايه النهارده. وخلوا بالكم الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان امتحان الشفوي طبعا في الفاينل باذن الله. لما بنطلب منكم بيبقى في امتحان الشفوي في بعض الاسئله كده برضو اللي بتبقى ايه محتاجه اتاكد فيها منك ان انت فاهم الفروقات، زي مثلا الكوبي والانستنس، زي اللايرز، زي الجروبس، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. فتذكر ان الامور دي تبقى انت مستوعبها بشكل كويس. اللي هنتكلم عليه بقى بعد البريك ان شاء الله الموديلنج تكنيكس. والموديلنج تكنيكس هي زي ما قلت لكم حاجه لذيذه جدا وهتكون ان شاء الله انترستنج، يعني لان كلها ترانسفورميشنز. فبعد البريك ان شاء الله نبتدي فيها على طول، بحيث ان احنا السكشن اللي جاي نقدر ان احنا ناخد التمرين والتطبيق بشكل اسرع يعني. تمام، ان شاء الله 7 و10 بالظبط نتقابل تاني. شكرا.
يلا نكمل يا شباب. معايا؟ طيب بالنسبة للموديلنج بقى، أول حاجة عايزين نتكلم عليها هي التاب اللي هي اسمها create، اللي بتنقسم لأقسام كتيرة جدا أو sub panels. يعني دي ممكن نسميها ribbon أو panel، البانل دي جواها sub panels أو sub ribbons. الريبونز دي بقى فيها اوبشنز كتير قوي، احنا هنتعرض ليه الحاجات اللي هتهمنا كبداية بس او كبيزكس كده زقة في الموضوع. كنتوا شفتوني دايما بستخدم البانل اللي اسمها جيومتري عشان اعمل بوكس. فبرسم البوكس ازاي؟ برسمه اكس واي وبعد كده بطلع في الزد. السفير بحط انسيرشن كده وابتدي اتحرك ادراج، يعني بانسرت وادراج. رسمت سفير، جيو سفير. طب ما هي سفير برضو، ايه الفرق ما بين السفير والجيو سفير؟ لو عايزين نشوف الايدجز كنا بندوس على ايه؟ حد فاكر؟ عايزين نشوف الايدجز بتاعت الاوبجكت. نخليها واير فريم يعني. كنا بندوس اختصار ايه بقى؟ الحقيقة مش فاكر. F4 تقريبا. F4، برافو عليك. شايفين دي متكونة من مربعات لكن دي متكونة من مثلثات. ده الفرق ما بين الجيوسفير والبيزك سفير القديم. تمام؟ طيب أنا دلوقتي عندي لو عايز اعرف عدد الاوبجكت، عدد البوليجونز اللي موجوده في السين ده، مش ساعات كده بنتكلم مع بعض تسمع حد يقول لك ده السين بتاعي تقيل قوي، السين تقيل قوي. طب تقيل ليه؟ لان حضرتك عمال تحط اوبجكتس متكونه من فيرتيسيز كتير جدا وانت مش دريان ان العدد ده كبير. طب بعرف منين العدد؟ بدوس اختصار 7 من الكيبورد، بدوس 7 بيظهر لي زي ما انتم شايفين كده عدد البوليز وعدد الفيرتيسيز في السين. يبقى انا كده عندي 2000 بوليجون. طب 2000 بوليجون دول كتير ولا صغيرين؟ عايز اقول لكم انه الاجهزه بتاعتكم دلوقتي ممكن تشغل لك لحد 10 مليون بوليجون، 10 مليون بدون ما يبقى فيه مشكله في السين. تمام؟ يعني 2000 ده احنا كده لسه احنا بنلعب لسه، السين فاضي اصلا مش اي حاجه، والحركه زي ما انتم شايفين بصوا نافيجيشن هوا. تمام؟ طيب تعالوا نرسم حاجات تانية. سلندر مثلا، برسم زي ما قلنا بنرسم القاعده وبعد كده بنطلع بالهايت. التيوب بنرسم القاعده وبنرسم الثيكنس وبنطلع بالهايت. بيراميد بنرسم القاعده ونطلع بالايه؟ البوينت. التورس بنرسم التورس اهو، بعد كده بنحدد التخامن. بلين، البلين احنا اتهرينا منه كل شويه، كنت برسم لكم بلينز. اوكي التكست بلس والحاجات دي اكستنشنز كده، بلجنز دي مش هنستخدمها قوي في الموديلنج. اللي حابب طبعا يشتغل بيها برضو ممكن اقول له على الريسورسز ليها، بس احنا مش هنحتاجها في الموديلنج دلوقتي. والتايب لو ده طبعا ده عالم لوحده ليه علاقه بالفي اف اكس او يعني مجال الفيجوال افكتس اللي هو التايب لو. اللي حابب برضو يسيرش كده بكلمه تايب لو هيجد ما يسره يعني. طيب دي كده بنسميها يا جماعه الستاندرد بريمتيفز، اللي هي ستاندرد بريمتيفز من الدروب داون بانل اللي هي دي. في عندنا extended primitives، يعني عندنا اشكال كمان تانية. في عندنا هيدرا، شكل الهيدرا ده، التورس نوت الشكل ده، اشكال بقى كتير، الشامفر بوكس، تمام؟ يعني اقعد بقى العب في الحاجات دي يعني.
كلها بتتبني بنفس التكنيك يعني، فيها شيء اي ابداع، اشكال ثابته كده هو بيديها لك، بحس ان انت ايه تستخدمها او تعمل بيها التشكيل اللي انت عايز تعمله. اوكي حلو جدا، تعالوا بقى ايه نخش على بعض كده. احنا شفنا الستاندرد بريميتيفز والاكستندد بريميتيفز كسامبل، حلو قوي. طب انا دلوقتي عايز اعدل، يعني انا رسمت بوكس عايز اعدل البوكس ده، عايز اعمل له ايديت، عايز اغير ابعاده، اعمل ايه؟ احنا دلوقتي في قائمه مين؟ في البانل اللي اسمها كرييت، القائمه اللي جنبها على طول اسمها موديفاي، بسلكت الاوبجكت وبلاقي بقى البارامترز بتاعته اللطيفه اهي اللي احنا ايه نقدر نعدل فيه. ده احنا كمان نقدر نزود الايدجز، تمام؟ طيب يعني الكلام ده يا باشمهندس valid على كل الـ العناصر اللي موجوده في السين؟ اوكي valid، يعني برضو السفير دي نفس الكلام، السيجمنتس بتاعتها اهي اقدر اقللها خالص واقدر ازودها كتير جدا. ممكن احولها الهيمسفير، يعني ممكن احول السفير دي تبقى نص دايره، نص نص، تبقى جزء من سفير. ممكن اهي بقت قبه. ممكن اعمل سلايس، ممكن اعمل سلايس كمان اكل منها كده. فانت هتقعد تلعب، انت كانها جيم، انت قاعد بتلعب في الجيومتريز وعمال بتعدل في البارامترز بتاعتها. طب اللي قدامنا دي بقى اسمها ايه؟ دي اسمها الموديفاير ستاك. يعني الموديفاي بانل دي فيها مجموعه موديفايرز. اوكي؟ البريزم ده دلوقتي دي البارامترز بتاعته. لو انا عايز اعدل فيه ليكن الشكل ده، الهوز ده، انا عايز امسكه لوحده كده واعمل له بند، عايز الفه، يعني عايزه يبقى مثلا حاصل له ان هو متني كده، اتنى في اتجاه معين، اعمل ايه؟ اول حاجه هل هنعرف نشتغل احنا في الهيصه دي كده؟ يعني انا مثلا عايز اشتغل على ده بس، لازم افضل كده اقعد كده كل شويه ازيح الحاجات التانيه وبتاع، ولا ممكن افصله لوحده؟ انا عايز السين يبقى فاضي دلوقتي، افضي السين بس ما امسحش الاوبجكتس دي، ممكن اعمل ايه؟ في اللايرز بتاعتهم، اللايرز طبعا ده اول حل. طبعا الحل الثاني، حد عنده حل ثاني؟ فيش كوماند كده يعمل لي ايزوليت مثلا؟ ايزوليت، برافو، هو ده الحل بالظبط. طبعا انا هنا من اللايرز انا ممكن اسلكت كل الباقي ده واروح طافيه، طبعا مفيش اي مشكله، ولكن ده حل ممل جدا. احنا عايزين حلول كده ايه في السريع، فهنعمل ايه؟ هنروح جايين دايسين بمنتهى البساطه، ماسكين الاوبجكت ودايسين الت كيو، عمل لي كده ايزوليت للاوبجكتس حوالين من خلال من يعني قفل لي كل الباقي، شايفين اللاير بتاعتهم كانها اتطفت. طب عايز ارجع تاني، شايفين علامه القفل؟ احنا خدنا الثلاث علامات دول، علامه الابسوليوت مود بتاعت الكوردينتس، والقفل ده اللوك عشان الوك الحركه في اتجاه اكسس معين انا عايزه. في بقى جنبيه كده علامه اسمها ايزوليت سيليكشن اللي هي الت كيو، لو دوست عليها تاني هرجع للايه مع الجماعه اللي كانوا موجودين. طيب نركز بقى في اللي جاي ده، لانه امتع بورت عندنا النهارده في الموديلنج. الهوز ده انا عايز اعمل شويه اوبريشنز، فانا مسكت الهوز ودخلت على البارامترز بتاعته، لقيت ان هو مثلا ممكن ان انا اخليه بتشكيل معين. انا مثلا عايز ازود الابعاد بتاعته اوكي من المنظر ده، وعايز ازود الهايت بتاعه شويه، حلو جدا. عايز اعمل له بقى عمليه بيندنج،
شايفين الموديفاير ليست دي؟ علامه الموديفاير ليست دي دروب داون بانل فيها كم كبير جدا من الموديفايرز اللي هي كانها كده ايه سكريبت جاهز مكتوب بيعمل اوبريشن معينه على الموديل بتاعك. فلو دوست حرف البي مثلا هلاقي بنت، يعني في اوبريشن، في موديفاير، ده بنسميه موديفاير، هيعمل اوبريشن اسمها البندنج على الاوبجكت ده. فرحت دايس على بنت، ما حصلش حاجه. هو انا شايف كده زي بوكس لونه ايه؟ برتقاني. طب البوكس ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك انت الهوز دلوقتي حطيت عليه موديفاير اسمه بنت، بس لسه ما عدلتش في اي قيم للموديفاير ده. اول حاجه عدلها الانجل. تعالوا نجرب كده. ده عمل له ايه؟ ده عمل له بندنج. تمام. طب الدايركشن، لا ده انا عايزه في اتجاه تاني. اوكي. طب لا انا مش عايزه في الزد، انا عايزه في الواي. حلو قوي. لا ده انا عايزه في الاكس. تمام. طيب رجعه في الزد بقى، عملنا البندنج. طيب انا دلوقتي عايز ارجع للشكل القديم، اعمل ايه؟ حد يقترح كده اقتراح؟ سهل قوي يعني. بنزل لو هنرجع للشيء يعني، نرجع عن الاوردر اللي احنا او الحاجه اللي احنا اعمل اندو يعني؟ كنترول سي. طب وليه؟ انا عايز ارجع اديت، بس يعني انا عايز ارجع اديت في الهوز نفسه. جاست هقف عليه، يعني مش انا دلوقتي عندي دي كانها لايرز، كانها ستيبس. هنزل على الهوز واقفل اللاير بتاعت مين؟ بنت. بس كده انا رجعت لمين؟ الهوز بتاعي. اعدل فيه وارجع على البنت اشغلها. تمام. في حل تاني؟ في حل تاني لذيذ جدا. انزل على الهوز وعدل. وعدل وانت عليه اهو. تمام. حلو قوي. طب عايز امسح انا بقى بند ده خالص. شايفين علامه التراش دي؟ هدوس عليه. حلو قوي. تعالوا نشوف حاله ثانيه. ارسم بوكس. البوكس ده اهو، وهقول له اعمل لي بند. هدوس ايه؟ اختصار ايه؟ بي بنت. رسم لي برضو البوكس اللي ايه اللي لونه اورنج. هقول له روتيت. ايه ده بقى العك ده؟ ايه العك ده؟ بيعملش روتيت ليه؟ هو ده كده روتيت ولا ده كده ديستورشن؟ احنا عايزينه يبند. هو مش عايز يبند ليه؟ هو ما تناش الموديل ليه بقى؟ حد كده مركز يقول لي. ها باشمهندسين محتاجين نزود سيجمنت. مين اللي قال كده؟ مصطفى ايمن. برافو مصطفى، صح جدا. يبقى مشكلتي ان انا ما عنديش سيجمنتس كفايه. تمام. يعني الابر ليميت واللور ليميت والحاجات الليميتس اللي موجوده دي وكل الاوبشنز بتاعت البند مش عارفه تشتغل، لان مفيش سيجمنتس اصلا تخلي البند يعرف يتعامل مع الكتله. بصوا هنا احنا كان عندنا سيجمنتس قد ايه، لكن بصوا هنا احنا عندنا سيجمنتس اصلا ما عندناش. يبقى ننزل على البوكس وتعالوا كده نزود اللينث سيجمنتس ونشوف ايه اللي هيحصل. هل انا محتاج سيجمنتس في الاتجاه ده؟ لا.
طب محتاج سيجمنتس في الويت؟ لا برضو انا محتاج سيجمنتس في الزي. خدنا بالنا؟ تمام يا باشمهندسين؟ فهمنا الفكره؟ يعني لولا ان السيجمنتس، لو السيجمنتس قليله مش هتعرف تعمل اوبريشن سليم. طيب كلام جميل. نرجع تاني نتكلم على موديفاير تاني، ليكن مثلا الاوبجكت ده ليكن عايزين مثلا اي اوبجكت كده يكون نرسم بوكس، وانا هعمل عليه بس اوبريشن كده سريع. شايفين البوكس المفتوح من بره ده؟ شايفينه يا باشمهندسين؟ البوكس ده لو انا عايز اقفله بقى، عايز اقفل الغطا ده من فوق. الو سامعني؟ اه سامعني. تمام. لو عايز اقفل بقى الغطا ده، يعني عندي فتحه اهي موجوده عايز اقفلها، اختار موديفاير اسمه كاب هولز. كاب هولز هيقفل هاي. ده موديفاير بيقفل الهولز اللي موجود. طيب لو انا بعد ما عملت ده، هل ينفع بعد ما اعمل موديفاير اعمل موديفاير فوقيه ولا ما ينفعش؟ اه ينفع طبعا، ينفع. يعني انا هنا هختار عايز اعمل شامفر مثلا، هختار شامفر عمل للبوكس ايه؟ عمله تشامفر زي ما احنا شايفينه. تمام؟ هزود برضو السيجمنتس عشان يبقى ناعم. لو قللت السيجمنتس كده، بص معايا، بص بقى خشن ازاي من الاطراف. واضحة كده؟ طيب انا عندي دلوقتي كاب هولز، وبعد كده تشامفر، وبعد كده ممكن احط موديفايرز ثانيه. ممكن احط موديفاير مثلا زي الاف اف دي. اف اف دي 2 باي 2 باي 2. ايه الاف اف دي ده؟ بيمكنني ان انا من الكنترول بوينتس دي امسك النقط، انزل على مستوى الكنترول بوينتس وابتدي ادستورت الشكل بتاعي اهو بايديا كده اهو. طب في كذا حاجه، ده في اف اف دي 333 اه، ده بيديني كمان فيرتيسيس في النص، يعني بقدر ان انا امسك في النص كده وممكن ادستورت في ايه. طبعا في سيجمنتس في النص عشان اساسا يدستورت حاجه، بس يعني نرجع تاني للاصل ونزود شويه بس سيجمنتس هنا كده في الاتجاه ده. حلو قوي. وبعد كده نمسك القلب ده ونحرك لفوق كده، اه هنلاقيه بايه؟ بيدستورت معانا الشكل. الاف اف دي طبعا من الموديفايرز المهمه جدا. عندنا موديفاير لذيذ قوي وده هيهمنا في عمليه الاستراكشر. انا مثلا عندي الشكل ده عايز احوله استراكشر، يعني عايز الخطوط دي تبقى كانها هي استراكشر، فاروح مختار حاجه اسمها لاتس. لاتس ده عمل ايه؟ انا اختار جوينتس، اختار ستراتس اونلي، واصغر حجم الستراتس دي مثلا خليها 0.5. واخدين بالنا عمل ايه؟ اداني الايدجز كانها ستراكشر كده. اوكي، ده مفيد طبعا علشان لو عامل انت فري فورم وعايز منها تعمل تطلع ستراكشر. اوكي، ممكن طبعا تغير شكل النوتس دي تخليها باشكال مختلفه، مثلا تخلي طبعا الريدز بتاعها صغير شويه. اوكي، احنا هنكيب بوس وممكن نزود ده شويه، اداك شويه جوينتس كده ما بين الاشكال.
طيب ممكن نستخدم ايه تاني؟ ممكن نستخدم شيل. تعالوا كده نرجع للبوكسية بتاعنا، مش احنا كنا عاملين له كاب هول؟ تعالوا نطفي الكاب هول ونستخدم شيل، ندوس اس لحد ما نلاقي شيل. شايفين شيل عمل ايه؟ عمل ايه شيل؟ عمل ثيكنس للمكعب. بالظبط، عمل ثيكنس ليه كانه وول. بس لو خدنا بالنا هنلاقي مشكله خطيره. ايه ده بقى؟ احنا عايزين الخط ده عدل، صح؟ مش المفروض الشله دي تبقى مظبوطه، صح ولا ايه؟ ايه الحل بقى؟ حد عارف؟ محدش عارف؟ بعلم من تحت كده في الموديفاير على حاجة اسمها straighten corners. ما تنساهاش عشان ما تلاقيش الموديل بتاعك طالع من الأطراف بايظ كده. اوكي؟ طيب يبقى كده شيل. في عندنا كمان نويز. نويز ده انا كنت لسه عامل بيه اكسبيرمنت كده معاكم، لو خدتوا بالكم احنا طبعا مزودين هنا سيجمنتس كتير قوي، صح؟ اختار نويز واخلي سكيل النويز دي 10 مثلا، وابتدي اتحرك في الزي. بص معايا كده اداني ايفكت ايه. تمام، سهلة. طبعا احنا بقى واحنا بقى بنعمل انيميشنز وكلام من ده، بنبتدي بقى ايه نانيميت النويز دي، فتدينا احساس ان المايه بتتحرك. تمام، طبعا الشكل مش ناعم قوي لان احنا كمان محتاجين نزود اكتر، ممكن نزود اكتر السيجمنتس. بص لما نزود السيجمنتس اكتر ايه اللي حصل؟ بقت ناعمه اكتر ازاي؟ ولما بنمسك الجزم بتاعها اهو، بص ايه اللي بيحصل، تحس ان هي ايه كانها بتتحرك. مثلا خلينا نبدا من هنا ايه لحد هنا مثلا، ونحرك ده كده ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، هي بتبقى كده الميه بقى، تحس ايه ده الميه كانها بتتحرك معاك. وممكن كمان تانيميت بقى الهايت وتانيميت السكيل وكلام من ده، فتديك احساس ايه كان الميه بتتحرك. اوكي، طيب ده بالنسبه للنويز. في عندنا بقى اخوه، بس ده طبعا مهم جدا بقى عشان الجبال والحاجات اللذيذه دي، ديسبليس. ديسبليس ده بقى حكايته حكايه كده، خليني اوريكم نقدر نستفيد منه ازاي. ليكن مثلا انا عندي ممكن اكتب مثلا ايه displacement height map mountain مثلا height map. حلو جدا، خش على الصور هنلاقي صورة زي دي، هنروح واخدينها سايبينها ايه حاطينها مثلا في اي مكان. هنا مثلا. اوكي، حلو. بعد ما اتحملت هنيجي على علامة الماب دي، ونروح على جنرال، نختار منها بيت ماب، ونقول له والله بعد إذنك
عايزين الصوره اللطيفه اللي احنا لسه محملينها دي تحطها. هو كده حطها. طيب حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه. ليه؟ لان السترينث بتاعها لسه زيرو. تعالوا كده نجرب نغير الهايت. حول لي الهايت ماب لايه؟ لشكل الجبل اللي انا كنت لسه محمله. طب انا لا، انا عايز تفاصيل اعلى من كده. خلاص زود لي السيجمنتس اهو. اداني ايه؟ اداني تفاصيل اعلى. تمام؟ عندك مثلا مشروع في الصحراء وعايز تعمل سين شكله مش عارف عامل ازاي، تقدر ان انت بهايت ماب لذيذه قوي تطلع حاجه احساسها كويس قوي يعني. تمام؟ طيب ده بالنسبه للديسبليس. طب هل ديسبليس ده يعني ايه فكره عمل ديسبليس؟ حد عارف ايه فكره عمله؟ سهله يعني. ايه فكره عمله؟ يشتغل ازاي؟ يا شباب ممكن يكون شغال على درجة اللون مثلا. بالظبط، هو اللون البلاك يبقى تحت واللون الابيض يبقى فوق. يعني هو بيبوش داون اللون الاسود وبيبوش اب اللون الابيض، والجريدينت بقى اللي هو اللون البلاك اللي هو الرمادي بيديني، هو بقى بيديني السلوب ده. تمام؟ يعني اي صوره عندك بلاك اند وايت لو دخلتها في ديسبليس هتديك النتيجه اللي انت عايزها دي. تمام؟ اي صوره بلاك اند وايت. واضحه؟ طيب في عندنا ايه تاني؟ عندنا سلايس. انا دلوقتي عامل كتله متقسمه ادوار او كتله معقده زي دي ملعبيكه كده، عايز اخد فيها بتاع ده سيكشن. فاقول له والله يلا يا سلايس اشتغل معانا، اعمل لي سلايس كده في الكتله دي من هنا اهو عشان ارسم بلانتها، او امسك لي البلين ده لفه لي كده عشان اعمل قطاع اهو، واروح حاطط بقى بالفوتوشوب هنا كده ايه الرسومات بتاعتي، ويبقى باين لي اليفيشن بقيه كتله المبنى. تمام؟ كل ده ايه بالامكان طبعا، واقدر طبعا ادي شيل عشان ايه يبقى السكين كده تقيل، وزي ما اتعودنا ممكن نعمل لاتس ونقفل الاستراس دي فيديني ايه، يديني الاستراكشر اللي هو مثلا 0.5 اهو. فبقى عندي ايه، عندي كتله باستراكشر بتفاصيل بشكلها حلو وقاطع فيها كمان، واقدر ان انا ارجع تاني على السلايس اغير الـ المكان بتاعه اهو زي ما احنا شايفين منتهى السهوله. يديني سكاشن زي ما انا عايز. تمام؟ تمام. ايه تاني؟ في عندنا سيمتري. انا مثلا رسمت الهرم ده وعايز اعمل له سيمتري. اهو عايز اعمل منه واحد تاني بس لازق فيه كده اهو، بيعمل سيمتري للاشكال. تمام؟ اقدر طبعا ان انا برضو انزل على مستوى الجزم بتاعه واحركه كده اهو. تمام؟ سهلة؟ أو بسم الله. سامعني؟ سامعين حضرتك يا دكتور. تمام. عندنا كمان يعني موديفاير مهم جدا اللي هو لو هنا أنا مخلي ال عدد الايدجز دي مخليها مثلا 50 و50،
زي ما احنا شايفين كده النتيجه بتاعت الشكل مش حلوه. اقدر بدل ما اقعد كل شويه ازود الحاجات دي ممكن اجي اعمل ايه؟ احط تربو سموث، اكتب تي تربو سموث، راح مزود لي مين؟ زود لي الايدجز. بص قبله رحت مزود واحده كمان، رحت مزود واحده كمان، بص عمال يزود لي الايدجز. طبعا بص الايدجز بقت قد ايه بالهبل. فتيك كير طبعا انت ما تزودش الرقم جامد جدا، علشان بص معايا عينك على البولي كاونت. بص البولي كاونت وصل معانا مليون وكم، يعني قبل الموديفاير ده احنا كنا 5000 بوليجون. بص بعد ما حطينا الموديفاير بقينا كام. فتيك كير الارقام دي زودها بحذر شديد عشان ما يحصلكش بس كراش للفايل بتاعك. هو ميزته انه بيديك تقريبا السكرين واقفه، يعني احنا مش شايفين حاجه. طب ثانيه واحده اري شير تاني. طيب احط تيربو سموث تاني. بص اول ما حطيته هو زود لي عدد السيجمنتس ازاي. بص هنا 2 3. بص بقى البولي كاونت فوق وصلنا مليون 280، وصلنا 5 مليون 120. بص هنا الموديل بقى تقل ازاي وبقى متقسم مربعات صغيره ازاي. طبعا اداني كواليتي عاليه جدا للمش، ولكن طبعا ده على حساب ان الموديل تقل جدا جدا جدا. تمام، فتيك كير وانت بتستخدم التيربو سموث. اوكي طيب اسفيريفاي ده طبعا يعني زي ايه، يعني هو موديفاير سهل قوي اللي هو بيحول الحاجه بس لسفير كانها سفير. اسفيريفاي اهو يخلي الحاجه كده ايه واخده دوران كانها سفير اي حاجه بقى، بس طبعا بشرط انها تبقى فيها اوبجكت فيها سيجمنتس كتير زي ما احنا اتعودنا. بص هنا ده اقدر استخدمه علشان ايه، ممكن دي مثلا تبقى فازه او اي حاجه. يعني هو بيفيدك في الحاجات دي ان هو يحول اي حاجه لسفيريكال جيومتري. بس فيريفاي في عندنا باث ديفورم، يعني يمكن ده ادفانسد شويه فممكن ناجله. باث ديفورم ده نخليه بعد ما ناخد معلومات اكتر على الموديلنج ويز اس بي لاينز ويز ايدي بولي ويز نيربس. اوكي طيب احنا ممكن طبعا نكمل الـ احنا دلوقتي فاضل لنا اتكلمنا طبعا على الموديفايرز. بصين معايا بصين معايا يا باشمهندسين. تمام احنا كده اتكلمنا على الموديفايرز، يمكن اجلنا بس كلوث وباث ديفورم لمره ثانيه بحيث ان هم يكونوا نكون خدنا شويه معلومات على الاس بي لاينز والايديت بولي. مش عايز برضو اكون مطول قوي، بس هو خلوني برضو اعرف لو اتكلمنا على مقدمه للاس بي لاينز والايديت بولي والنيربس النهارده. الناس فايقه معايا ولا ناجلها المره اللي جايه؟ طبعا لو اجلناها المره اللي جايه، ما انا عارف هو السهل ان احنا ناجل اكيد، بس هي الفكره بس في كوشن ان انا المره اللي جايه كنت عايز اخليها كومبليتلي تبقى تمرين، يعني بنبني حاجه مع بعض سواء باستخدام الايد بولي او بالاس بي لاينز مع بعض، يعني يبقى السيشن كلها اكزامبل مش شرح لمعلومات جديده. فلو اجلنا دول المره الجايه يمكن نص الوقت او يمكن تلتين الوقت هيضيع في شرح دول. فكده الدوز اللي هيبقى على الاكزامبل هيبقى في جزء كبير جدا معتمد عليكم انتوا في انك تفهم من خلال التو سيشنز دول ازاي تابلاي ده بنفسك على التمرين. اوكي
فتحبوا نعمل انهي؟ لو الشرح واضح كفايه ولما نتكلم المره الجايه لو اتكلمنا حتى ولو نص ساعه على الاكزامبل مع بعض هتقدروا تتحركوا مفيش مشكله. هو كده كده الاكزامبل هو تطبيق للي احنا بنشرحه، ما فيهوش حاجه يعني مش هيبقى فيه اسرار. فاللي انتوا حابين تعملوا في ريكورد وتنزله لنا. طيب بالظبط شرح الاس بي لاينز يعني والايد بولي والنيرفس وكده. بالظبط. هو ممكن بس يعني هي بس الفكره في الوقت يعني ان هو انه يتسجل ويعني ان هو يتسجل ويتبعت لكم هيبقى في وقت متاخر شويه يعني ممكن ما يبقاش قريب. علشان كده انا يعني كين شويه ان احنا نخلصه مع بعض النهارده يعني. فخلينا طيب نعمل زي كده احصائيه كده بسرعه، كم واحد طيب ما عندوش مشكله ان هو او كم واحد في الاول عايز يخليه المره اللي جايه يرفع. يعني حاسس ان هو تشبع خد معلومات كتير قوي النهارده فهو يعني عايز يتنفس يعني مش عايز ياخد معلومات اكتر من كده فيحس ان هو تاني. 15109 لا ده نسبه قليله جدا. 17 باشمهندس هي الفكره بس ان ال 3 دي ماكس احنا اول مره يعني نفتح البرنامج بالنسبه لنا كل الدفعه فاللي هو كلنا حصل لنا ايرور يعني معلومات كتيره النهارده. لا حصل ايرور دي يعني انت ما فهمتش ولا حصل ايرور ده يعني قصدك حاسس ان محتاجه ابص تاني واتفرج تاني على المحاضره مثلا او اشوف الحاجه دي تاني عشان اقدر استوعبها شويه عشان في حاجات يعني بالنسبه لي انا كانت يعني عشان اول مره افتح البرنامج اصلا. تمام مفيش مشكله خلاص للتسهيل مفيش مشكله نخليها المره اللي جايه بحيث ان انتوا بس لازم يا جماعه ودي حاجه بقى يعني بينكم بقى وبين نفسكم يعني احنا مش طالبين تمرين بس صدقني لو انت ما طبقتش النهارده على اللي اتقال لحد الجزء بتاع الموديفايرز مش هتبقى استفدت ولا جمعت اي حاجه من اللي احنا قلناه. فتيك كير بس انك فعلا تحاول تستغل الوقت الباقي ده النهارده انك تحاول تجرب بايدك بس كده الموضوع ماشي ازاي. تمام المره اللي جايه والله لو انا لحقت اسجل لكم ريكورد بالكلام على الاس بي لاينز والايد بولي والنيرفس وابعته لكم هعمل كده، ما لحقتش يبقى هنبدا بيه المره اللي جايه. وحتى لو السيشن طويله في هتبقى طويله واحنا بنشرح الاكزامبل هو كده كده الاكزامبل تطبيق يعني مش معلومه جديده، انت بتتفرج على تطبيق مش بتاخد معلومات جديده. فحتى لو طولنا شويه اعتقد مش هيبقى فيها مشكله مش كده؟ ايوه يا باشمهندس ايوه تمام خلاص ممتاز تمام. ان شاء الله نكتفي بهذا القدر النهارده وان شاء الله كده اتمنى يعني انه المعلومات تكون وصلت بشكل سهل يعني ما يكونش الموضوع معقد وباذن الله نستكمل المره اللي جايه على خير. شكرا يا باشمهندس. شكرا.